ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم، قناة هيبي ميت وين، ومع فيديو جديد. طبعا اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022، ومع منصة جو ترانسكريبت، ودي منصة بتقوم بتفريغ صوتي للملفات سواء الصوتية او الفيديوهات الى تكست، الى كلام بيكون مكتوب. طبعا هسيب لك منصتين، ومنصة اسمها الاوتر دوت اي اي والسونيك دوت اي اي، ودول افضل منصتين تشتغل عليهم، هيساعدوك بشكل كبير جدا في عملية التفريغ الصوتي للنص، لأن في بعض الكلام مبيبقاش مسموع بشكل جيد أو اللكنة بتكون مختلفة، وبالتالي المواقع الذكاء الصناعي بتساعدنا في الشغل على هذه المنصة. ولكن لابد من بعض التعديلات من الأخطاء النحوية، أو في بعض الكلام ما بيتقالش في منصات السونيك، زي مثلا الضحكة أو مثلا صوت الدوشة أو الحاجات دي، ما الحاجات دي ما بتتكتبش، وبالتالي أنا بسجلها. ممنوع التعديلات في النحو أو في القواعد النحوية وأنت بتقوم بعملية التفريغ الصوتي. هتسجل دخولك عادي جدا، وبعد كده تتجه إلى أسفل الموقع علشان تشتغل على هذه المنصة، واضغط على كلمة الورك العمل، هيفتح لك صفحة جديدة، وصفحة جديدة هيقول لك هاو تو جوين من خلال أحد الفيديوهات. بعد كده هتنزل لأسفل، قال لك أنا هديك 60 سنت في الدقيقة الواحدة، وابتدي معاك من أول $150 إلى $1215، وده التوب مانثلي ايرنينج. بالضغط على الابلاي ناو، ابلاي ناو هتحدد اللغة اللي انت متفوق فيها، لو معاك اسبانية او معاك اللغة الروسية او اللغة اليابانية او اللغة الانجليزية. طبعا هحدد اللغة الانجليزية، وبالتالي هديك امتحان بالشكل ده. وطبعا الامتحان هيكون من جزئين، الام سي كيو ولازم تحله بنسبة 100%، ولو نجحت فيه هيحولك للامتحان التاني اللي هو امتحان الصوتي. تعالوا مع بعض كده الامتحان الام سي كيو، انك لازم تجاوب 100% من هذا الامتحان، وعندك حاجه بنسميها الجايد لاينز، وده جميع القواعد اللي انت محتاجها عشان تعدي هذا الامتحان او عشان تعمل تاسكات بعد كده. هي الجايد لاينز ثابته معاك، تحفظها زي اسمك، وعندك فيديو موجود في صندوق الوصف بيشرح لك يعني ايه الجايد لاينز وازاي بتستخدمها، وعندك فيديو كمان بيقول لك ازاي بتكتب الامتحان وازاي بتحل الامتحان. تعالوا مع بعض كده عشان ما نطولش عليكم في السؤال الاولاني في اسئله الام سي كيو. It's a problem that need to be dealt with. طبعا كلمة dealt with هتتعامل بواسطة، فهي كلمة with بعد كلمة delete، فالإجابة هي ال إيه. والسؤال التاني بيقول لك what is the correct format of time stamp change of speaker. طبعا الأقواس الزمنية، وبعد كده السبيكر، والأقواس الزمنية بتبقى بولد وبتبقى الأقواس بهذا الشكل، تمام، فالإجابة هي ال إيه. بعد كده السؤال الثالث بمنتهى البساطة، I not a good student، verb to be يعني I am a good student، انا طالب جيد، وبالتالي كده الاجابه. وبالتالي how does time stamp every 2 need look، طبعا كل دقيقتين هتكتبها speaker 1 وافتح الاقواس الزمنيه بالشكل ده، اقواس لازم تكون البولد، وده تايم او صيغه صحيحه للتايم stamp، فالاجابه هي ال B. بعد كده قال لك فينايس نقط هاز اراوند، عندها 723,000 permanent inhabits، اعداد يعني مختلفه، فطبعا هي عاصمة لوتينيا، فهي مدام ذا كابيتال اوف لوتينيا، فطبعا فينايس لازم بعدها كاما. طبعا هنا ذا كابيتال اوف لوتينيا، طب استنوا كده مع بعض، هي كلمة لوتينيا صح، هي في البي والسي لوتينيا مظبوطة، ولكن لوسينيا دي غلط، لوسينيا دي غلط، فاستبعدنا الاي والدي. بعد كده تعالى ان هي طبعا الاجابه هنا متشابهه، ولكن في هنا مفيش كاما، وهنا في كاما، وطبعا في كاما في الابل نيفيدنس، وحط كاما هنا ما حطش، وهي كابيتال اوف لوتينيا، وقام قافل بالقمة، هنا ما حطش قمة خالص، وبالتالي استبعدنا البي. يبقى الاجابه الصحيحه هنا هي الاجابه هي السي. بعد كده السؤال الثالث بيقول لك ما ايز، عيوني الاثنين والاس موجوده اهي، فهي الاب والهول، يعني عيوني بتكون زرقاء، خلاص انتهت القصه على كده. which is following slang word or spoken construction should be transcribed in clean verb time، ايه الحاجه اللي هتتبعها في الكلين فيرب تايم. لو جينا للقاعده تاني للكلين فيرب تايم وهنشوف احنا بنتابع ايه، الكلين فيرب تايم الناس انكلود ان هو لا يتضمن السبيتش ايرور والفوس ستارت والستاتر والبيتيشن والفيلر وورد والسلانج وورد، تمام، وبالتالي الحاجات دي انا طبعا السلانج واحده منهم، ولكن السبوكن كونستراكشن هي التعليمات الخاصه بالعميل، لا هي لازم ان انت تعملها ترانسكريبت، وبالتالي الاجابه هي السي. بعد كده بيقول لك ويتش تاج شود بي بولد، طبعا السبيكر ليبل اللي لسه متكلمين عنها اللي هي السبيكر 1 و2 الحاجات دي، وافتح الاقواس الزمنيه، وموضوع اللي هو الان انتجبل ده القوس الزمن اهون، وان انتجبل وانيديبل وكلمه البوس التوقف والحاجات دي كلها، في ايفري ثينج ويز تايم كودز، كل شيء جمعوا لك في هذه الجزئيه، يبقى الاجابه هي الايه والاجابه هي السي. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك هاو شود وي ترانسكرايب اند بانك ويتد فيلر وورد ان فول فيرب تايم، طبعا في ضم اللي هي كلمه اليو اش قبلها قامه وبعدها قامه زي ما احنا حافظينها في جميع الحلقات السابقه، تمام.
ولو جينا هنا بصينا لليو اتش هتلاقيها موجودة اهي، قبلها كاما وبعدها كاما. ده بالنسبة للفورس ستارت في الفول فيرب تام، ده القاعدة بتاعتها، وبالتالي الإجابة هي الإيه، والبي والسي ودي غلط. بعد كده سؤال 10 بيقول لك what sentence is written and kept text correctly. طبعا it has got to to be called in comment. طبعا خلي بالك ان كلمة جوتا وجوتا انا استبعدتها، استبعدت الاتنين. طيب هي اصبحت منافسة ما بين البي والسي. طبعا جوتا وجوتا استبعدناها، وقلنا ان بداية الجملة لازم تكون كابتل، دي كابتل، البي كابتل، لكن السي سموت، استبعدنا السي، خلصت المسألة. طيب ومنتهى البساطة. وبالتالي السؤال الاولاني الاجابه هي الاي، السؤال الثاني الاجابه الاي، السؤال الثالث الاجابه الاي، اربعه هيكون الاجابه البي، خمسه هيكون السي، سته هيكون الدي، سبعه هيكون السي، ثمانيه هيكون الاي اند سي، تسعه هيكون الاي، 10 هيكون البي. بالضغط على الكونفيرم حلك مظبوط، هيحولك لامتحان الصوتي. يبقى احنا كده نجحنا من اول امتحان. ناتي الى الامتحان الصوتي، هتلاقي ان في حاجات قديمه، ناس تقول لي انا بلاقي حاجات بتكون قديمه. طب اتأكد كده هل هو نفس النص ولا لأ؟ This audio is used for the transcriber test by GoTranscript. Retired former Santa Fe locomotive. طبعا النص مش هو مختلف، وده طبعا كان الحلقة بتاعت الأمس، وبالتالي ده كله هيتحذف. هنبتدي نعمل طبعا شغل بيكون جديد، بالضغط على كليك يمين كده، وهعمل السيف الأوديو الأس بمنتهى البساطة. وبعد كده تخلينا نحفظ على الديسكتوب اليوم 20/11/2022 خلاص، وبعد كده هنعمل سيف، وبعد كده بالضغط باتجاه الى المنصة المساعدة نشتغل عليها، وهي منصة السونيك. وتعالوا نعمل بعد كده نعمل ستارت فروم كمبيوتر، ونعمل ابلود بعد ما سجل دخول على هذه المنصة، ونفعل حسابنا. طبعا هتلاقي الملف فين، الملف فين اهو، هنعمل ابلود لهذا الملف. هتبدأ هو يعمل ابلود في نص دقيقة بالظبط، 30 ثانية. والخطوة التانية انت بتحدد اللغة اللي انت هتشتغل بيها او متحدث بيها، انت شغال باللغة الانجليزية سواء امريكان او كندا او استراليا، انت شغال على اللغة الانجليزية، حددت له اللغة الانجليزية خلاص، وهنا حمل 100% خلاص. بعد كده اضغط على كلمة ترانسكرايب ان انجلش بمنتهى السهولة، هيقول لك ان النص فيه دوشة وفي وفي وفي، هقول له كونتينيو ترانسكريبشن، اضغط عليها. هبتدي بعد كده يعمل موضوع الترانسكريبشن، وهنستنى لحد ما يخلص ونعود إليكم، ولكن بعد الفاصل تابعونا. عودة من جديد بعد الفاصل، هنلاحظ كده ان هو هنا خلص. اضغط بعد كده على الاسم الملف اللي هو النيم اللي احنا مسمينه ده، وبعد كده يبتدي يفتح لك صفحه، والصفحه دي فيها الترانسكريبشن، التفريغ الصوتي. ولكن هيبتدي يسالك شويه اسئله غبيه طالما انت لسه بادئ تسجل جديد على هذه المنصه. طبعا المنصه دي بتكون مدفوعه، وانت طبعا يعني 30 دقيقه بقى 30 دقيقه يا باشا، انت يعني بتسجل حساب جديد، يعني بلاش تدفع فلوس الا لما تتقابل في المنصه. طيب بعد كده وجاب لك النص اهو، والدنيا تمام اهي. ولكن خلي بالك ان هنيجي نعمل اكسبورت، هنسيب لك نسختين في صندوق الوصف، نسخه دي او سي اكس، وده الافضل واللي انا بفضله عشان تقدر تقوم بالتعديلات، وهسيب لك كمان نسخه تبع بي دي اف، وده ان شاء الله هيكون موجود في صندوق الوصف الناس اللي عايزه تحمل هذه النسخ. طبعا كده حملناها خلاص كده تمام. بعد كده تعالوا مع بعض نسمع النص، ونشوف النص ونسمع الكلام بيكون عامل ازاي. تعالوا مع بعض نسمع. This audio is used for the transcriber test by GoTranscript. Retired former Santa Fe locomotive number 5704 was recently cosmetically restored to its eye-catching patriotic mid-70s bicentennial red, white and blue color scheme. 5704 was one of five of GM's 3600 horsepower SD45-2 locomotives painted in this unique style. These locomotives helped with the operation of the American Freedom Train, as well as special events such as the 1976 grand opening of the 50 million buck Barstow Classification Yard in Southern California. Another railroad, because the unmodified LA Railway
was delivered to the museum in Paris, California. This car started its service in March 1911 and was retired in 48. A movie mogul, 20th Century Fox, bought it and immediately put it to good use as a prop in such deathless classics as The Keystone Cops Meet the Three Stooges or some such nonsense. Actually, to be honest, I couldn't find any actual names of movies the streetcar was in, so I just made that up. I'm not making the next part up. Did you know that the simplest way of designating a railroad car is by translating the radio? The Brits muddied the waters by stating the radius in chains. One chain equals 66 feet, according to them, which makes the story of Ebenezer Scrooge and his pal Jacob Marley even more interesting. Do you remember when Jacob came to visit Ebenezer? He told him, and I quote, "I wear the chain I forged in life." So, does that mean this chain was 66 feet long? That seems pretty heavy. Dickens didn't say what the chain was made of, but you have to assume it was some kind of metal since it rattled a lot. If they'd been made of copper, the chain would have been a pretty well-off ghost, since copper these days is worth a pretty penny, which is ironic since U.S. pennies are made of zinc coated with copper, and yet 9 out of 10 people only would bend over to pick them up off the street. Well, carpe diem is the same ghost. I don't know about you, but happy to take it. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. طبعا بكده تكون انتهى النص بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نفتح النص كده وتعالوا ننتقل الى الامتحان تاني علشان في شويه كده تعديلات خفيفه هنعملها، ولكن انت لازم تشيك بنفسك ولازم اسيب لك النص النهائي بعد التعديل، لازم ان انت تشيك عليه ولازم ان انت تستخدم منصات زي جراملي او اي منصه تانيه، تحاول ان انت تشوف اي اخطاء بتكون موجوده تشيك. يعني انا هساعدك بنسبة 97% في النص ده، قد تفوتنا شيء او كده، فانت لازم ان انت تبحث وتجتهد لو في حاجة بتكون عدت علينا. هنيجي دلوقتي ان شاء الله وهنسخ النص على ملف الاوفيس او على منصة الامتحان وهنشوف الليلة ماشية ازاي. تابعونا ولكن بعد الفاصل للتعديل في الملف. اهلا وسهلا بكم من جديد، وتعالوا مع بعض كده نعدل في الملف وتعالوا نشوف الامتحان كان عايز ايه مننا. الامتحان هنا بمنتهى البساطه احنا عملنا تدقيق صوتي لهذا الملف، ولكن هو عايز without time stamping، يعني مش عايز اي توقيت زمني، والحاجه الثانيه عايزها في صيغه الكلين فيرب تام. دول حاجتين لازم يحددهم في اي امتحان او اي تاسك، ان انت عايز يا اما كلين فيرب تام او without time stamping. ده النقطه الاولى اللي في الامتحان. تعالوا قبل ما نحل بقى الامتحان ونشوف الليله ماشيه ازاي. اول حاجه بملف الاوفيس اللي هو بالشكل ده او صيغه الاوفيس، ده التدقيق الصوتي، ده اسم الملف اللي احنا عاملينه. طبعا ده بيتحذف كاسم الملف، طبعا بيتم حذفه. وخلي بالك ان انت ده طبعا خاص بالمنصه مش هنعمل لها تدقيق صوتي. ونيجي هنا في النهايه ايضا هتلاقي نفس الكلمه دي، مش هيتعمل لها تدقيق صوتي في النهايه اللي هي دي، هيتم حذفها. طيب الحاجة التانية اللي هيتم حذفها في هذا الملف بمنتهى السهولة وهي جميع التوقيتات الزمنية، يعني كل التوقيت الزمني اللي هو ده هيتحذف، هنحذف ده كله كمان، ده من أول خطوات التعديل. كل الأقواس الزمنية اللي شايفينها دي هنحذفها، هنعود إليكم ولكن بعد الحذف. طبعا عودة من جديد، طبعا احنا حذفنا كل الأقواس الزمنية الموجودة في هذا النص. طبعا سبيكر 1 طبعا لان في بعض الاخطاءات، لكن الاي كاتشنج هنعدلها بنص الاوفيس، والاند وايت، وبعد كده اند في طبعا قامة قبل الاند. هنا عدل ايه تاني؟ كلمه فايند كودنت فايند ات، اي كودنت فايند ما قالش ات، هو لم يقل اي كودنت فايند وما قالش الات.
طبعا هنا كلمة زقاح أو هو قالها ايه بالظبط، وهنا الأوبننج هو قالها ايه بالظبط، ما تعدلوش يعني إلا في الكلام اللي هو قاله، في الأخطاء اللي هو في الجامعة ما تعدلوش فيها. طيب هنيجي هنا بمنتهى البساطة إن هي بدأت تتحدث، وهنا هنحط الأرقام دي it was one of the كذا، وبعد كده بدأت هي تتحدث، هنطلع دي كده قدام فوق شوية تمام، وبعد كده هنطلع دي كده بالشكل ده تمام، وتعالوا نلغي السبيكاتو كمان هنا، وتعالوا نعدل. and the 1970 او such as 1970، مش هنلغي كلمة زي، نتأكد منها هل هي موجودة ولا لأ. طبعا هنا لو بصينا هنا عشرين كان سنشري دوت فوكس، مفيش حاجة، وقالك في مسافة مفيش أدنى مشكلة. طبعا خلي بالكوا الأخطاء النحوية لنقوم بتعديلها. هنا سي ستوريج وبعد كده اور، في كومة قبل الاور، خلاص مفيش أدنى مشكلة. وهنا فايند ات، لا مش هنعمل فيها حاجة. طبعا هنعمل مع بعض كده لدي ان هو سطر اتنين تلاتة، هنعدل دي كمان ضموم على بعض. تمام، و about طبعا مش اكتب about it، هو مبقالش كلمة ال it ده، نطلعها بالشكل ده. واحد اتنين اعتقد ده هنضمها مع بعض، هنضم دي مع دي، هتبقى باراجراف اتنين بالشكل ده كده، شيل الاتنين دوت ميد دوت كومبانيز، مفيش مشكلة فيها. طبعا بعد كده النص بالشكل ده، وتعالوا نكمل وبالشكل ده. يبقى احنا ضمينا النص بهذا الشكل، couldn't find dot any، مفيش فيها مشكلة، نفس السياق. فينا مسافة مفيش مشكلة. 1770 دي هنتأكد منها هل هو قال ذا 1770 ولا لأ. طيب بعد كده احنا كده عدلنا في النص بالشكل ده، ولكن في حاجات تانية داخلة في النص معانا لازم تتكتب. طبعا كليك يمين، معلش طبعا الجزء ده غلس، هنطوله عليه، هنبقى طول شوية، هنعمل كوبي بمنتهى البساطة وتعالوا إلى المنصة، وهنيجي هنا نعمل بيست بمنتهى البساطة بالشكل ده كده، وتعالوا نسمع الدنيا ماشية ازاي. This audio is used for the transcriber test and code transcript. Retired former Santa Fe locomotive number 5704 was recently cosmetically restored to its eye-catching patriotic mid-70s bicentennial red, white, and blue color scheme. 5704 was one of five of GM's 3600 horsepower SD45-2 locomotives painted in this unique style. These locomotives helped with the operation of the American Freedom Train, as well as special events such as the 1976 grand opening of the 50 million buck Barstow Classification Yard in Southern California. In other railroads, طبعا هنا طبعا في الدقيقة 57 هنا بالشكل ده، هو هي طبعا في كلام مش مسموع وما كتبش، وبالتالي انا باجي هنا وبضغط على كلمة كنترول
تمام في الجزء اللي هو مش واضح ده. عند 5 Barstow Classification Yard in Southern California. In other rail نجي هنا وقوم جاي هنا بالشكل ده ونعمل كنترول كي اللي هي كلمة الاوتوبوس. طبعا بنفس هذا المنوال هنكمل النص طبعا في كلمة الاوديبل وهنكمل النص. في طبعا هنا في كلام مش مسموع ايضا في هذه الجزئية او في هذه المنطقة، كلام كتير جدا مش ما تترجمش، وبالتالي هنكتب كلمة الاوديبل اللي هو الكنترول زائد الكي، وبالتالي ده اسلوب الشغل على هذه المنصه وازاي تعدل. طيب الحاجات اللي عليها اللي هي الكوبس والاس سي دي والورش الحاجات دي كلها هنظبطها من خلال الاوفيس. طبعا هتاخد ناس تقوبي والى من الى الاوفيس تاني وتحاول ان انت تعدل هذا الكلام كله اللي هو موجود هنا على منصه الاوفيس. لو في اخطاء ولا حاجه انت بتعدله تمام، ولكن انت بتعدل الاخطاء اللي هي اللغويه فقط او الكلام او الاملائيه وليست النحويه. انا هسيب لك الجزء ده تخلصه، ولكن انا هعمل لك بس الجزء اللي هو النص اللي هو الاوديبل ده، هسجله لك كله ويبقى ده نص معدل تعديل اولي. انت هتاخد ان شاء الله بعد التعديل وهتحاول ان انت تعدل الاخطاء الاملائيه الموجوده وتشيك عليه كمان منصه الجاملي، يبقى ده شغلك انت. ولكن يعني انت يعني مديك يعني 97 او 98% من الحل بالنسبه لهذه الحلقه، عشان الحلقه ما تطولش عليكم. النص النهائي هيكون موجود ان شاء الله في صندوق الوصف. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.